تفاقم ظاهرة التسول بأشكال مختلفة للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي تتخذونها للحد من ظاهرة التسول. شكرا. تفضلوا السيدة الوزيرة. جزيلا السيد الرئيس. شكرا السيدة النائبة المحترمة. نبغي نشير اولا ان اشكركم على هذا السؤال متعلق بظاهره التسول بالاطفال. فقد اشتغلت الوزاره في اطار اعداد البرنامج التنفيذي الجديد 2022-2025 للسياسه العموميه المندمجه لحمايه الطفوله اللي كيرتكز على الوقايه والحمايه والتنميه والترفيه، والذي سيتم تقديمه قريبا امام اللجنه الوزاريه المكلفه بتتبع تنفيذ سياسات مخططات في مجال الطفوله التي يتراسها السيد رئيس الحكومه. وفي هذا الشان قمنا بتنظيم اجتماعين مع اللجنه التقنيه المنبثقه على هذه اللجنه الوزاريه، واجتماع تشاوري مع الجمعيات العامله في مجال الطفوله لاستكمال مسار مرحله تقييم البرنامج الاول اللي كان في 2015-2020. كما استقبلنا المبعوثة الأممية الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة اللي خاصة بالعنف ضد الأطفال في 21 نوفمبر 2022. كما أن إشكالية التسول بالأطفال هي جزء من هذا البرنامج التنفيذي الجديد اللي اشتغلنا عليه واللي احنا بدينا تنزلوا فيه. وشكرا. شكرا السيدة الوزيرة. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. السيد الرئيس. السيدة الوزيرة، ما يمكنش لنا نسكتوا على ظاهرة التسول وتحوله لمهنة لدى البعض يستجدي من خلالها العواطف بمختلف الأساليب الاحتيالية مع تكوين عصابات كيستغلوا الأطفال والرضع لاحتلال الفضاءات ذات الكثافة المرورية في مشاهد منفرة مسيئة إلى صورة وقيم المجتمع المغربي. السيدة الوزيرة، إن بناء الدولة الاجتماعية كيطلب منكم دراسة وبحث عميقين لربط المشروع المجتمعي الواعد في دولة الحق والقانون بما يعانيه المواطن والوافد والسائح من مضايقات مستفزة وعنيفة أحيانا من طرف متسولين فرضوا رأسهم بقوة على الدولة والمجتمع ورسموا صور مسيئة لا تليق بمستوى المغاربة. إننا نستنكر استفحال دائرة التسول وكنطالبوا الحكومة باتخاذ تدابير والإجراءات اللازمة لعلاجها والحد منها كتفعيل فصول من 326 إلى 333 من القانون الجنائي لكتجرم التسول والتشرد حسب الحالة، إقامة مراكز للمتسولين والمحتاجين وتأهيل المؤسسات الخيرية ودور المسنين القائمة بتجويد خدماتها مع دعم الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم والأشخاص دون مأوى وضحايا العنف والتحرش، بالإضافة إلى إحداث شرطة خاصة لمتابعة المتسولين وتحديد الهوية ديالهم، زيادة على التهديد بعقوبات زجرية لمن يستعين بقاصرين ورضع قصد التسول، مع إحداث منصة رقمية عبر المؤسسات العمومية للتوعية والتبليغ عن حالات تسول بالتحايل والعنف واستعمال الأطفال. وأخيرا السيدة الوزيرة، نحن لا نحمل المسؤولية للوزارة ديالكم بوحدها وإنما جميع القطاعات الحكومية مسؤولة عن الوضعية الحالية. شكرا السيدة النائبة المحترمة. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة النائبة المحترمة فريق الأصالة والمعاصرة. السيدة الوزيرة، التسول قبل أن يكون ظاهرة اجتماعية وآفة خطيرة تهدد التنمية المجتمعية فهو جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي بمقتضيات الفصول 326 و327 منه. اليوم وفي مظاهر مشينة وحاطة بالكرامة الإنسانية نعاين رجالا ونساء وأطفالا يتم استغلالهم في التسول وفي أماكن عمومية على مرأى ومسمع الجميع ولا من يحرك ساكنا. اليوم السيدة الوزيرة، مطلوب منكم كوزارة للأسرة والتضامن أن تعملوا على توفير الدعم المالي وكذلك توفير دور الإيواء للنساء والأطفال في وضعية هشاشة، وكذا أن تعملوا في إطار الالتقائية مع القطاعات المعنية وخصوصا القطاعات الأمنية للحد من هذه الظاهرة التي تسيء لبلادنا. وشكرا. شكرا السيدة النائبة المحترمة. هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة الوزيرة تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. اللي نبغي نضيف سيدتين النائبتين المحترمتين هو ان الوزاره قامت بتقييم ديال البرنامج التنفيذي الاول 2015-2020 واللي تبين ان فيه عدد من النواقص خاصه فيما يخص الربط ديال جمعيات المجتمع المدني اللي ما كانتش في التصور القديم. فاحنا من بعد الدراسه والتقييم في التصور الجديد قمنا باعاده الربط مع جمعيات المجتمع المدني اللي هي اللي كتقوم بالرصد في الشوارع وبرصد هذه الظواهر. فغير هذه نهايه الاسبوع نهار 7 يناير
السينير عفوا نهار جمعة قمنا بتفعيل الجهاز الترابي المدمج في أكادير الدوثنان وإنزكان أيت ملول بالطريقة الصحيحة والسليمة اللي هي التصور الجديد. شكرا. شكرا.